شوف شوف هذه اللون الرمادي في الشعر اولا اللون السيلفر، هذا اللون هذا الواعر اللي كلشي كيعجبو على انه يديروا شعره. هنا كيورينا واحد الطريقه كيفاش نقدروا نديروا غير في الدار، والطريقه على ما تيقولوا لانها سهله، فكيديروا غير الشامبوان ومعجون الاسنان وداك السائل ديال التنظيف وشويه ديال الطحين، تيخلطوهم كاملين كيديروهم في شعرهم، تيخليهم واحد الساعه تيغسلوا شعرهم، قال لك تيولي بهذا اللون هذا. وعيني زعما تصدق نجربوها. شفت بزاف ديال الحلاقه كيديروا بحال التجربه هذه، ولكن دائما كنت كنشك تنقول واش بصح غتصدق هذه القضيه هذه اولا لا. غادي نجربها اليوم في الشعر ديالي وغنقول لكم واش صدقات اولا لا. فاش نبان لكم غادي تصدق اولا لا، اللي قال غتصدق يكتب رقم واحد، واللي قال ما تصدقش يكتب رقم جوج. وقبل ما نبداو بغيت اي واحد كيتفرج في الفيديو هذا يبارطاجيه، بغي نحتلو السوشيال ميديا. غنجيبو شي زلافه اللي نخلطو فيها، فوالا نجيبو شي شامبوان كيما كان، غنخويو منه واحد الكميه هنايا شامبوان بيض بحال اللي داروا حتى هما، وغنجيبو شي صابون باش كيغسلو المواعن بحال هذا، داك الصابون السائل راه معروف، نخويو منه كذلك واحد الكميه، ونجيبو معجون الاسنان نخويو منه كذلك واحد الكميه حتى هو بسم الله، ونجيبو شي كميه ديال الطحين نخويو عليهم باش نخلطو كلشي. تيبان لي بحال غنصوبو شي عجينه، ما نكثرش بزاف الطحين باش يلا داكشي يتخلط مزيان يعطي واحد العجينه. ما عرفتش دخلت الفرن واش نزل واحد شويه الخميره، ما عرفتش كيفاش تجي هاد الخبزه هادي. شي واحد يجربو يقول لي هذاك اللويين صراحه كيجي واعر في الشعر. كان موضه واحد الايامات كنت كنشوف بزاف ديال الناس في انستغرام تيديروا داك اللويين. فوالا كيفاش كدات العجينه، يعني صافي بركه من الطحين، ما نكثرش بزاف، جبت المشطاطه بهذا الحال. هاد الشعر ديالنا مشط شويه مشطاط، كنفكر بغيت نديروا ديك الطريقه ديال اش كتسمى، ماشي داك كيرلي، داك الحبيبات ما عرفتش صراحه اش كتسمى السمي ديالها، ولكن بغيت نديرو داك الستيل غيجي معايا احسن من الطريقه هادي. فوالا نبداو على بركه الله، نبداو نديرو الشعر ديالنا. ما عنديش مرايه، هاد المسطره هادي راه هي فيها مرايه، بطبيعه الحال نخليه واحد نص ساعه والشعر ديالي غادي نغسلو. باهي دابا الشعر ديالي ولي بيض بحال هكا، كيفاش غادي يجي؟ خصني ندير مع شي واحد فيكم شي تحدي وندير مع انه الا ربحني نصبغ شعري بالبيض، هادشي الا ما تصدقاتش هادي دابا، ونشوف كيفاش غادي يجي معايا الشعر البيض. انا ما كنظن واقع صافي بركه، ندير غير الكميه هادي، كنشوف هاد الكمية هادي غنخليها واحد نص ساعة ونرجعو نشوفو النتيجة كيفاش دارت. غنجيب بطبيعة الحال الماء باش نغسلها أنا قدامكم، باش ماشي إلا ولا الشعر بيض ولا شي حاجة تقولوا لي لا راه مشيتي صبغتيه أولا شي حاجة. Many minutes later. فوالا على بركة الله، من بعد ما دازت أكثر من ساعة دابا غادي نغسل شعري. هادشي هذا ما كرمش ولكن تعلق ولا بحال العجينة ديال البغرير وما عرفتش هادشي هذا فوق راسي. في نظركم هادشي هذا هو الصدق أولا لا؟ غادي نغسل شعري ونقولو بسم الله. داك الغسيل القديم اللي كنا تنغسلو فاش كنا صغار، كنغسلو في البانيو، على جبنا قرعة باش نغسلو بها، قرعة دي قرعة ديال الغ، حتى الغوالة، غادي نغسلوها بواحد النسبة ديال 70% ولا شي حاجة، المهم غي تحيد هاد المحلول هذا باش نشوفو النتيجة. أما الغسلة النهائية بطبيعة الحال ما يتغسلش هنا 100%. على بركة الله، من بعد ما غسلت شعري كامل غادي نشوفو دابا كيفاش ولا النتيجة النهائية، واش بدلات فيه شي حاجة أولا لا. عندي لها مراية نشوفو بسم الله، واحد جوج ثلاثة، باقي عاد الطحين واحد ليا أنايا في راسي، أما شعري ما تبدل فيه لا لون لا حتى شي حاجة. وإلا بني الطحين عرفتي واحد ليا في راسي دابا، الجامع يحيد ليا الطحين هذا من راسي، ولات راسي بحال فيه القشرة، وبالتالي ولا نستنتج أنه اللي بغى ذاك اللون السيلفر في شعره خاص ضروري الصباغات الكيميائية. أما هاد العجينة هادي ما عرفتش شي مفعول غير على أنه كامل ولا شعري شوف، هذا الشعر ولا تيطيح واقع الله يحفظ. شعري ولا تيطيح، والله الا الزغب كامل ماشي بحال اللي في يديا، الشعر كامل غادي يطيح. اللي تقول انا شو نحسنو، راه الشعر اللي تولى عندي مغوفل بزاف كنخليه على انه يكبر، ولكن بالي غادي تمشي نحسنو. هذه هي المناسبه، والتجربه هذه كتكون تجربه كاذبه وما صدقاتش.